السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذنا الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي التلاميذ راح نكمل معكم بكتابكم، كتاب الدروس، كتاب القراءة. سمحوني برك، كتاب القراءة، كتاب اللغة الفرنسية، صفحة 26. معكم تشوفوا أعزائي التلاميذ، في الصفحة اللي فاتت صفحة 25 توقفت لي لا فيديو حتى للسؤال الثاني وما كملناش هذا السؤال. دوك نكملوا هذا السؤال من بعد نروحوا للصفحة 26. قالوا لنا هنايا ريغارد ليماج في اكري لادجكتيف اوردينال اون ليتر. عرفنا شنو هي لادجكتيف اوردينال في الفيديو السابق. قلنا هذه هي يعني الأول الثاني الثالث، مش الأعداد واحد اثنان، الأول الثاني الثالث إتسيتيرا. هنايا قالوا لنا شوف لي انظر الصورة للصورة ومن بعد اكتب لادجكتيف اوردينال اون ليتر، يعني هذه هما نعطوها لنا أرقام هنكتبوها بالحروف يعني بهذا الشكل كلمة على شكل كلمة. قالوا لنا هنايا جابيت او إتاج، mon amie Sofiane est au étage. Notre voisin du étage utilise beaucoup l'ascenseur. C'est le étage de l'immeuble. معناتها انا اسكن ولا اقطن او بروميير ايتاج، يعني واحد ايتاج. دركا وشنو هي هاد قبل شوف الكلمه اللي موراها تلقاوها في مينا استعملوا. دوك حنا عندنا كيما هنا بروميير و ديرني، عندنا بروميير مذكر في المؤنث كي تكون كلمه مذكر نستعملو بروميير، كي تكون كلمه اللي بعدها مؤنث نستعملو بروميير. هنا كيف كي تكون الكلمه اللي بعدها مذكر نستعملو ديرني، وكي تكون الكلمه اللي بعدها مؤنث نستعملو ديرني كما راكم تشوفوا. ومن بعد حنا واش نديرو؟ عندنا هنا هذه هي الكلمه اللي يسحقوها ايتاج. ايتاج مذكر ولا مؤنث؟ ايتاج مذكر، كلمة ان ايتاج ماشي اون ايتاج، ان ايتاج. دركا كي يكون مذكر عندنا بخومي، وراه واحد بخومي بخومي قلنا نستعملوها في المذكر وبخومي في المؤنث. من احنا عندنا مذكر فنستعملو بخومي. مالا جابيت او بخومي ايتاج، بخومي ايتاج. مون امي سوفيان اي او ايتاج، ثلاثة رقم ثلاثة وين راه؟ هاولي تخوازيام ايتاج، مذكر ولا مؤنث؟ عندكم غير في بخوميي وفي ديغنيي يعني الأول والأخير اللي تستعملوا تشوفوا الكلمة اللي موراها ولا مذكر ولا مؤنث. هادو كاع دوز تخوازيام كاتخيام جوسكا ديزيام، هادو كاع تقدروا تستعملوهم في المؤنث ولا في المذكر. جابيت أو بخوميير ايتاج مون أمي سوفيان إي أو، ثلاثة رقم ثلاثة، تخوازيام ايتاج نكتبو هنايا تخوازيام ايتاج. notre voisin du étage utilise beaucoup l'ascenseur. notre voisin du تسعة رقم تسعة نيميرو نوف، نوفيام ايتاج نكتبو لكم هنايا نوفيام ايتاج. 9e étage يعني الطابق التاسع. utilise beaucoup l'ascenseur، يستعمل بزاف لاسونسور. c'est le étage de l'immeuble. هاوليك دوكا شوفوا هذا هو اللي طاج الطابق الاول. هو سفيان يعني صديقي سفيان هذا يسكن في الطابق بليزو جو سي با ولا هذا ولا امشي هو يعني او هذا لا صديقه هذا اللي يهضر او دوكا هذا اللي يهضر يسكن في الطابق الاول او هذا لا صديقه اللي يسكن في الطابق الثالث. هاولي صديقه اللي يسكن نوفيا ميتاج، قال لك واحد دارو يسكن في الطابق التاسع يستعمل بزاف لاسونسور. دوكا شنو هو الطابق التاسع؟ هاوليك انا نشوفو بلي واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هذا هو الطابق الأخير. ما احنا كيفاش نقولو الأخير باللغة الفرنسية وعندنا إيتاج مذكر؟ متنساوش مذكر شنو نستعملو؟ ديغني، سي لو ديغنييغ إيتاج، سي لو ديغنييغ إيتاج دو لي موبل، هو الطابق الأخير من العمارة. قالوا لنا هنايا
Combien y a-t-il d'étages dans ta maison ou ton immeuble? قال لك شحال كاين من طابق في المنزل تاعك ولا في العمارة. دونك انتوما كاين اللي يعيش في منزل فيه طابق واحد، وكاين اللي يعيش في منزل فيه طابقين، كاين اللي يعيش في عمارة كل واحد وين يعيش. كما انا نعيش في عمارة، الطابق تاعنا هو دوزيام ايتاج، جابيت او دوزيام ايتاج، يعني انا اعيش في الطابق الثاني. اكال بلوتو قالت لنا اتونسيون، هنا عندنا قالوا كومبيان تي ديتاج دون تا ميزون او طون ايمبل، قال لنا شحال كاين من طابق في البيت تاعكم ولا في العماره تاعكم. حنا العماره تاعنا فيها ست يعني سي با كوم الجمع تاع طابق، يعني طابق يعني ستة. عندنا ستة وانتوما كل واحد يكون في منزل عنده اثنين يكتب دو زيتاج، يسكن في منزل عنده ثلاثة يكتب تخوا زيتاج ليسونسيال. قالنا هنايا اكال ايتاج ابيتو، دوكا انا نقولكم زعما واش من الطابق نعيش فيه انا. موا جابيت او دوزيام ايتاج، انا اسكن في الطابق الثاني. لي يسكنوا زعما في الارض يقولوا جابيت او بروميير ايتاج، انا اسكن في الطابق الاول. سهلة أعزائي التلاميذ، على بالي بلي نطولكم في الفيديو، لو كان نبداو صفحة 26 خليو في الفيديو بروشين إن شاء الله نبداو هاي صفحة 26. إن شاء الله تكونوا تلاميذ سنة خامسة عفوا، تبعتوا معايا فهمتوا معايا خطوة بخطوة، وانا نتلاقاو في الفيديو القادم. ولا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط زر الاشتراك اللي راهي موجودة جوست أسفل الفيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. مع السلامة.